يا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام في كل مكان. حلقه جديده من بطاقه افريقيا. ضيفي النهارده هو واحد من نجوم منتخب مصر في فترات كتيره، كان واحد من الحراس الكبار جدا 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 لمنتخب مصر، كابتن نادر السيد. برحب بيك كابتن نادر، وكل سنه وانت طيب. كريم اهلا بيك وكل سنه وانت طيب، وان شاء الله كل التوفيق كده لمنتخب مصر ان شاء الله. كابتن نادر، الاسم بالكامل نادر السيد ابراهيم. من مواليد شهر كام سنة كام؟ مواليد دهلية، من منصورة أصلا، 31/12/72. 72 ده طلع أجيال كتير، يعني طلع قصدي لعيبة مهمة جدا في الجيل ده أعتقد، يعني لأن الجيل بتاعنا 72/71 كان ميكس كده ما بين بقى جيل في هادي خشبة، في وليد صلاح الدين، في سامي الشيشيني، في تامر عبد الحميد، في كتير، في علي جدلة، يعني ده على ما أتذكر كده. فاكر أول مرة انضميت لمنتخب مصر كان مين المدير الفني؟ كان الكابتن سيد طباخ، ربنا يديله العمر والصحه الحقيقه. كنت لسه صغير قوي، وبعدين كانوا عاملين منتخبات كده، منتخب مش عارف الدهليه مع منتخب الجيزه، كانوا بيختاروا منه منتخب مصر. كنت 16 سنه، تحت 16 سنه، فكان بالنسبه لي حاجه عظيمه جدا ان انا العب اصلا منتخب دهليه. كان بيدربني سعد سليت وقتها، كابتن سعد سليت، وبعدين كابتن طه بيستي كان هو اللي بيختار المنتخب لغايه ما كابتن سيد كان مسافر بره ويجي يدرب المنتخب، فاختارني ضمن 40 لعيب. فطبعا ده حاجه كانت عظيمه جدا ان انا بقى ايه ادور بقى على اسمي بقى في ضمن 40 لعيب، ايه ده اسم اهو، فاللي هو حاجه بقى يعني كانت حلم يعني بالنسبه لي. انا فاكر كان ابويا الله يرحمه قاعدين بنتفرج على ماتش منتخب مصر 16 سنه اللي كان بيلعب في كندا، كان فيه هاني صديق، وكان فيه طارق سليمان، واعتقد وباسم خيرت، مصطفى ابراهيم، كذا لعيب كده كانوا، فبيقول لي ان شاء الله اشوفك زيهم. قلت له بابا صعب قوي وبتاع. بعدها بسنة كنت موجود في المنتخب، رحنا الإسماعيلية كان 40 لعيب بقى، فقلت يا رب بس يا رب أكمل أروح معسكر. بعد كده اختاروا 30، بعد كده 25، وبعد كده قلت خلاص 22، فبقيت في ضمن 22 لعيب. طيب، وأول مرة منتخب مصر الأول كان مع كابتن محمود الجوهري؟ مع كابتن الجوهري في 92، كنت أنا لسه 18 سنة، وبعدين كان كنت بلعب منتخب أولمبي ومنتخب الشباب، كابتن الجوهري أخدني قبل ما ألعب للزمالك أصلاً، يعني رحت لعبت منتخب مصر وأخدت جول، أحسن جول في البطولة العربية، وبعدين لعبت في الزمالك بعدها بسنة، فهو ده كان أول مرة أنضم لمنتخب مصر. فاكر إزاي عرفت إنك في منتخب مصر الأول؟ كان في ترديد كلام، يعني أولاً بطولة أفريقيا في 92 كانت في السنغال أعتقد. كان كابتن جوهري بيفكر يخلينا اروح كحارس رقم 3، عايز يدخلني في المنتخب من بدري يعني. فكان وقتها عندنا ماتشات وديه في المنتخب الاولمبي، فقال لك لا خليك يا نادر احسن في الماتشات الوديه وعشان تستفيد بيها اكتر يعني. فده كان يعني ترديد كلام كده في 91. بدات بقى في 92 بعد البطوله العربيه ان انا ده كان اول مره اكون موجود في المنتخب. طبعا انت اخذت بطوله 98، ودي يمكن كانت البطولة اللي الناس كتير قوي ما كانتش متوقعة ان المنتخب ياخد البطولة دي، وكان بقى لنا شوية حلوين ما خدناش البطولة وحاجات كده. كواليس افريقيا بقى بالنسبة لنادر السيد رايح، الناس في هجوم بعض الشيء، وفي انتقادات، وفي حاجات، ومع صعوبة افريقيا وقتها كمان بقى في الاكل والاقامة والطيران والحاجات دي كلها، احكي لي كده كواليس 98 بالنسبة لك. بص، اللي ما سافرش افريقيا ما يعرفش ايه اللي موجود في العالم التاني معايا، شكل الاوتيلات والطرق والملاعب والناس، يعني عالم تاني معايا. يعني انت مثلا لو انت بتتكلم على الميدل ايست مثلا عالم، على اوروبا عالم، افريقيا بقى عالم تاني بقى، ممتعه جدا، انا بحب افريقيا قوي يعني. كانت عارف انا متعودين اساسا، لان كنت دايما بسافر مع الزمالك في بطولات افريقيه، فعارفين الاجواء وكده. انما ان احنا نروح عشان نفكر في البطوله، احنا ما فكرناش في البطوله غير بعد الماتش الثاني. احنا كسبنا الماتش الاولاني موزمبيق 2-0، وبعد كده كسبنا زامبيا 4-0، فبدانا نفكر في البطوله. ايه ده احنا ممكن معايا، بدانا بعد الماتش الثاني. اجواء بقى الاقامه بتاعها كانت، يعني الكابتن جوهري عمل جو حلو، لان كان ما كانش اوتيل، كان شاليهات كده، وشاليهات طبعا على قدها، يعني ما تفتكرش شاليهات بقى بتاعه البحر وكده، شاليهات على قدها، وكنا احنا بننظف الشاليه ونرتب مش عارف ايه. حتى وقتها كابتن جوهري قال لك احنا هنعمل منافسه ما بين افضل شاليه تنظيف، فهاني رمزي اعتقد مش عارف مين هم اللي اخدوا، يعني منظمين قوي طبعا، منظمين وعاملين بقى. كان اياميها بقى ما كانش فيه بقى
الحاجات الميوزك بقى اللي هي السماعات جي بي ال وحاجات من دي، كان بقى الكاسيت كبير وبتاع فاهم، فجمعوا له جو بقى وسيديهات وكده فاخدوا احسن. طبعا حسام اتخانق قال لك لا انا احسن شيلين رغم انهم كانوا ضايعين. كابتن نادر فاكر كان بيبقى دايما معاك حد معين في المنتخب يعني في الاوضه في الاوتوبيس، دايما بيبقى في حد كده دايما صاحب اتنين لعيبه اصحاب؟ كان حازم دايما معايا، وبعدين حازم بينام متاخر فانا ما بقدرش، يعني كنت بنام بدري فقلت له حازم لا مش هقدر، يعني قعدت معاه في الزمالك وبعدين في بطوله افريقيا 96 فخلص عليا خالص، فقلت له حازم بقى بص انت بقى من طريق وانا من طريق، فبدات من 97 بقى اخد اللي بينام بدري. كان وقتها شيشيني، شيشيني كان يعني 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 اه لا شيشيني يلا ننام يلا ننام، يعني كان ملتزم قوي وكان يعني مطيع، فشيشيني بقى مشي معايا بقى فتره طويله. لعبت كام بطوله كاس امم؟ 5. 96 98 2000 2002 2004. اسهل واحده فيهم بالنسبه لك اللي فزت بيها ولا كان في حاجات تانية اسهل وضاعت لاسباب؟ 2004 كانت اسهل، كان التيم قوي جدا، انما ما اعرفش ما كانش فيه تجانس وما كانش فيه شخصيه قويه للفرقه يعني وقتها. تلعب على ارضك بدعم جمهور بس في نفس الوقت بمسؤوليه وعدم وجود اي حجه، ولا تلعب بره ومفيش ضغوط كبيره ضغوط الجماهير لكن في نفس الوقت انت تلعب في بلد غريبه باجواء تانيه بضغط من نوع مختلف؟ لا اللعب بره أسهل. اسهل، اه طبعا اسهل بكتير جدا، انك انت بتلعب بدون ضغوط في كل الماتشات اللهم الا لو هتلعب مع الملعب صاحب الارض معاه، فاللعب بره اسهل، يعني جربت ده وجربت ده في الماتشات طبعا في تصفيات كاس عالم، لا كانت بتبقى صعبه قوي. منتخب مصر هو المرشح الاول البطوله اللي جايه ولا ممكن يلاقي صعوبه؟ لا مش هو المرشح الاول، السنغال الجزائر المغرب نيجيريا، لا بطوله مش سهله يعني. لا لا مش سهله لا خالص، حتى بوجود جمهور كبير وكل حاجه لكن في الاخر البطوله مش سهله، وجود كل مصر صعب يعني الكوره خلاص، وبعدين المنتخبات الافريقيه او المنتخبات ما بقتش بقى بتتاثر بالجمهور وبتاع، بالعكس خد بالك عامل الجمهور بيبقى ضغط عليك انت مش عليهم هم، ممكن يكون ضغط شويه على الحكم، انما انا شايف ان لا يعني. كابتن نادر بشكرك جدا جدا على وجودك معايا، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم، وان شاء الله كده نفرح كلنا في بطوله افريقيا. شكرا كريم، شكرا. دي كانت حلقه كابتن نادر السيد، بكره حلقه جديده وبطوله افريقيا.